بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة في الـ Statistics and the Probability. في المحاضرة ديت احنا هنبني على اللي اتعلمناه قبل كده في المحاضرات اللي فاتت. معنى الـ Statistics اتعلمناه في الشابتر الأولاني، واتعلمنا الـ Sampling Methods وأهمية إن الـ Sample بتاعنا يكون معبر عن الـ Population، وإزاي إن الطريقة اللي احنا بنجمع بيها الداتا ممكن تأثر في صحة أو عدم صحة الكونكلوجنز اللي ممكن الاستاتيستيكال ميثودز اللي بنستخدمها تديها لنا. يعني الداتا لو مش appropriately collected يبقى احنا ما نقدرش اننا نعمم النتائج اللي الاستاتيستيكس هتديها لنا. وفهمنا الفرق بين البارامتر والاستاتيستيك وأنواع السامبلينج المختلفة وأهمية السيمبل راندوم سامبلينج، وإزاي إن في statistical methods بيبقى تطبيقها مش صح لو ما كانتش الـ data collected using a simple random sampling method. طيب في المحاضرة ديت احنا هنغطي الجزء الأول من الشابتر الثاني في كتاب تريولا، اللي تركيزه إن احنا إزاي لو معانا data، بقى خلاص جمعنا data، إزاي إن أنا لو خدت data عشان أشتغل عليها أقدر أفهمها. فمعظم الكلام اللي في الشابتر ده بيتعلق بإزاي نفهم، نعرض الداتا، نترجم الداتا. بيسهل لنا إننا بعد كده لو عندي أكتر من داتا ست نقدر نعمل كومبيرنج بينهم زي ما هنشوف. والجزء أو المفهوم الأساسي اللي هنتعلمه في المحاضرة ديت الفريكوانسي ديستريبيوشن أو الفريكوانسي تيبلز. هنتعلم وهناخد assignment كمان إنكم إزاي تكتبوا كود يكون استراكت أو يبني الفريكوانسي تيبل ده. هنفهم هو ايه، وهنفهم الأداة ديت ازاي بتساعدنا اننا نفهم طبيعة الداتا اللي احنا بنشتغل بيها. وهنبدأ بمثال problem هو من فيرجن اقدم من الكتاب، ولكن هو مثال ظريف فاحنا ممكن اننا نفهم منه الفكرة البسيطة بتاعت استخدام الفريكوانسي ديستريبيوشنز في فهم الداتا. هنا المثال بتاع الاكاديمي اوورد ايج ديسكريميشن، يعني في اتهام الاكاديمي اووردز اللي هي جوائز الاوسكار بتاعه التمثيل الممثلين والممثلات، ان الجوائز ديت بالنسبه للممثلات الاكترسز دايما بتفضل الاعمار الاصغر، الممثلات اللي سنهم اصغر بيبقى فرصتهم اكبر بكتير في الفوز بالجائزه. ودي مش نفس الحالة بالنسبة للميل أكتور، يعني جائزة أفضل ممثلة دايما بتروح لأعمار أصغر من الجوائز بتاعت أفضل ممثل راجل. يعني فلو فرضنا إن في ممثلة طلعت في برنامج تشتكي وتقول إحنا مش واخدة حظي لأن أنا سني كبر شوية، لكن إيه الجوائز مهما عملت الجوائز هتروح للمرشحين الأصغر سنا. جه هنفترض ان في ريسبونس من الناس اللي هم حد ممثل للناس اللي بيختاروا الجوائز، فقال ازاي الكلام ده مش مظبوط، والدليل ان عندنا الممثلة الفلانية ديت خدت الجائزة وهي عمرها 80 سنة، في حين ان الراجل اللي اسمه ادريان ده خد الجائزة بتاعت افضل ممثل وهو عنده اقل من 30 سنة، يعني اصغر بحوالي اكتر من 50 سنة منها. طيب هل الريسبونس ده مقنع ان الاتهام او الهايبوثيسيس او الفرضيه اللي احنا بدانا منها؟ يعني احنا عندنا في الاخر اسئله بنحاول نجاوبها، فرضيات وكليمز مزاعم قد تكون صح وقد تكون غلط. لو توفرت ليا داتا اقدر ان انا احكم اذا كان الاتهام ده حقيقي، هل فعلا الجوائز دي بتديسكريمينيت بيزد اون ذا ايج، خصوصا في الفيميل اكترسز بتبقى في ديسكريميشن اجينست ديم لو كان الايدج كبير، سواء لو ممثله فوق ال 40 سنه مثلا ما عندهاش فرصه تكسب زي لو ممثل تاني بنفس الكفاءه مثل دور كويس وكان نفس السن الفئه العمريه ولا لا. فهنا الريسبونس بتاع الناس المنظمين قالوا الكلام ده مش مظبوط، والدليل ان احد الممثلات خدت الجائزه دي في العمر الكبير ده، في حين ان عندنا مثلا ممثل خدها في العمر الصغير ده. هنا الريسبونس ديت احنا محتاجين ان انفستيجيت، يعني نتشيك، محتاجين داتا تساعدنا، عايزين نتاكد الاول هل الكلام ده مظبوط اللي في الريسبونس. يعني غالبا يعني في الـ في في الـ
لما بنشوف ناس بتصرح تصريحات سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في الشؤون العامة اللي هي الحاجات بتاعة الرأي العام، عادة الناس بتحاول تثبت وجهة نظرها بطرق زي ما شفنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، ازاي ان بيحصل misuse لداتا. يعني فعليا انا لو بصيت على الجملة اللي مكتوبة دي او الريسبونس ده، هلاقي ان فعلا في ممثلة اسمها كده خدت في العمر ده، وفي ممثل اسمه كده خد في العمر ده. يعني الكلام اللي موجود اللي مذكور جوه هو كلام حقيقي، وصعب جدا ان حد على ليفل يعني يصرح تصريحات اعلامية يكون سهل اثبات انها خطأ يعني. فاللي بيحصل هو لعب بالداتا اكتر منه ان هو بيزعم حاجات مش موجود ليها اصل يعني، لان هيبقى سهل جدا تفنيدها. فهنا ريسبونس زي ده خادع جدا. فعليا الريسبونس ده بيقول ان الاكيوزيشن او الكليم او الزعم او الاسامبشن او الحاجه اللي احنا بنأسيوم انها صح فوق ديت، لا ما هياش صح. يعني بيحاول ينفي الاتهام بكلام فعلا لو احنا بصينا عليه هنلاقيه صح. لكن في مشكله كبيره في الريسبونس ده، ان هو بيقارن وان داتا بوينت فروم ا جروب، الجروب اللي هو اعمار مثلا الممثلات اللي فازوا، جاب وان داتا فاليو، قيمه واحده بس من قيم كل الناس اللي فازوا بالجائزه ديت في فئه الاكترسز، مقارنه بسنجل داتا فاليو من الجروب الثاني اللي بيمثل الايدجز اوف اكتورز اللي هم فازوا بالجائزه ديت. يعني بتقارن تو جروبس. هو هنا الاكيوزيشن ده بيقول ان في فئه بتتعرض لظلم اكتر من فئه تانية، ان الممثلات الستات يعني بيتعرضوا لديسكريمينيشن في الايدج اكتر من اللي بتتعرض له الجروب بتاع الرجال. يعني كان عندي هنا تو داتا جروبس محتاج ابص عليهم، محتاج عشان احقق في الكلام ده لو انا مطلوب مني احقق فيه، يعني اجيب الاعمار بتاعت كل الممثلين اللي فازوا وكل الممثلات اللي فازوا وابتدي ادقق فيها واشوف هل الكلام ده صح ولا غلط. هنا هو حاول يوجهني للاكستريم كيسز، يعني جاب الماكسيمم بتاع الستات مع المينيمم بتاع الرجال وقارنهم ببعض. فلو ما انتبهناش لحاجات زي كده في الريال لايف، هنلاقي ان ممكن ان احنا نلعب بقيم الداتا اللي هي قيم مظبوطة عشان نستنتج حاجات مش مظبوطة. فلو بصينا في نفس الاكزامبل ده، كان مديني الداتا سيت ديت اللي فيها الايدجز اوف بيست اكترسز من ساعه ما بدات الجائزه دي من سنه 1928 و29 30 وهكذا، كل ايه سنه بيجيب الايدج اوف وينر اوف بيست اكترس يحطه والايدج اوف وينر اوف بيست اكتور يحطه. فانا دلوقتي لو بصيت بيزد على الريسبونس او محاوله التضليل اللي حصلت لنا في السلايد اللي فات، بانه استعان بعمر اكترس كبير مقارنه بعمر اكتر صغير، هلاقي فعلا ان في البيست اكترس في فعلا الايدج 80 اهو، هو ده اللي هو استدل بيه علشان يقول لا ما عندناش ايدج ديسكريمينيشن وكل الناس ليها نفس الفرصه. ولو بصيت على البيست اكتور هلاقي فعلا القيمه 29 اللي هو استخدمها في الايه في اللي فات. بس احنا هنا معانا رو داتا بقى، وهنا الاكزامبل ده كان في مثلا هنا هو حاطط في كل سطر 10 قيم، وعندنا مثلا دولت 7 سطور 8 سطور، يعني عشرات القيم. ومع ذلك لو لاحظنا هنلاقي اننا ايه، ما لو ما نبص على الداتا الرو داتا ما بيبقاش عندنا صوره كامله او فهم understanding لطبيعه الداتا قوي. يعني هنا ممكن هيخدعني، هلاقي حاجات 20، هلاقي حاجات 70 35 40، هشوف كل الايه كل الفاليوز او الرينج اوف فاليوز ممثل، بس مش هحس قوي الداتا ديت طبيعتها وتوزيعها وفين السنتر بتاعها، وهل القيمة ديت هي قيمة اوتلاير بعيدة قوي عن بقية الداتا ولا لا. يعني لما بنيجي نشتغل بقى مع داتا، انا خلاص حد اداني الداتا وقال لي حقق في الزعم ان في ايدج ديسكريمينيشن اجينست اكترسز ده اللي بيتقال ده، فانا مش بتعامل دايما مع الرو داتا نفسها علشان اقدر افهم الداتا. يعني الطبيعي ان احنا بنتعامل بقى مع داتا سيتس، ممكن حد يديني اكسل فايل في داتا فاليوز الاف
وممكن ملايين القيم اللي انت مفروض انك بتكتب الجوريثم علشان يقدر يستفيد من الداتا ديت في some system يعني. فمش هنتعامل مع الداتا الرو داتا بشكل مباشر، محتاجين ادوات تساعدنا علشان نعرض ونفهم الداتا ديت، وهو ده الهدف من الشابتر الثاني في الكتاب. يعني احنا استعراض الرو داتا ممكن يورينا في المثال اللي فات ده ان مفيش كتير هنا 80، هي 80 دي بقى، بس انا لا ملاحظ هنا ان في عشرينات كتير خلاص. لكن الفيونج اوف رو داتا ما هوش حاجة عملية، خصوصا لما يكون عدد الداتا بتاعتنا كبير. احنا دايما بنحاول لما حد يدينا داتا سيت موجودة في ملف اكسل او تكست فايل او في داتا بيز فايل ويطلب مننا اننا نشتغل عليها، سواء statistical analysis او حاجة في الماشين ليرنينج او كده، فإحنا دايما بنحاول نستخلص الخصائص بتاعت الداتا ديت عشان نفهمها. أهم الخصائص بتاعتنا هما بيلخصوها في الخمس حروف دول: CV dot، اختصار center، variation، distribution، outlier، time. يعني علشان نفهم طبيعة داتا سيت معطى لينا بتمثل، لو فرضنا ان معايا مثلا داتا بتمثل درجات طلاب، فانا الرو داتا هي ارقام كتير ورا بعض، لكن عشان اقدر افهم خصائص الداتا دي وطبيعة الطلاب اللي الداتا دي بتمثلهم، محتاج اعرف المتوسط مثلا عشان ابقى عارف هل الافريج بتاعي طلبة متوسطين ولا الافريج عالي، طلبة مستواهم عالي، وهكذا. فأهم الكاركترستكس بتاعت أي داتا سيت إن أنا أستخلص أو أخد فكرة عن السنتر، المركز بتاعها حوالين أني في أني منطقة، المتوسط أو الميدل أو الأفريج أو المين أوف داتا في أني حتة. تاني كاركترستيك مهم عشان نقدر نفهم طبيعة سام داتا سيت، إني أعرف الفاريشن، طبيعة الفاريشن، هل الداتا بينهم وبين بعض في فروقات كبيرة؟ يعني ممكن أنا يكون عندي درجات طلاب المتوسط بتاعها مثلا 70%، متوسط درجات طلاب دفعة معينة 70%، ومتوسط درجات دفعة تانية برضو 70%، لكن الدرجات دي مختلفة عندي، لأن معظم الطلبة في الدفعة الأولانية مستوى متوسط، فمثلا هلاقي إن الدرجات بتتراوح بين مثلا 65 و75، 65 ل 75 هلاقي إن المتوسط حوالين 70، لكن معظم الطلاب في الرينج بتاع الجيد. في حالة تانية ممكن يكون الطلاب تانيين الأفريج بتاعهم برضو 70، لكن في طلاب كتير جايبين امتياز وطلاب كتير ساقطين، لما هجمع الدرجات كلها واقسم هلاقي برضو الأفريج 70، لكن في فاريشن أكبر في الداتا سيت التانية. فجزء من الخصائص بتاعت الداتا اللي أنا محتاج إن أنا أستعرضها وأفهمها for some given data set، محتاج أشتغل عليها، إني ما اكتفيش بالسنتر، أنا محتاج كمان الفاريشن اللي احنا بنقيسه دايما بما يسمى الستاندرد ديفيشن او الفاريانس اللي موجود في الداتا، اللي بيبين لي ان انا قد ايه القيم بتبعد عن الافريج او السنتر بتاع الداتا ديت. تالت حاجه اللي هي الدي او الديستريبيوشن، ان احنا عندنا توزيعه ممكن يكون معظم الداتا فاليوز متركزه في المنطقه اللي حوالين السنتر، ممكن تبقى الداتا دي الديستريبيوشن بتاعها بنسميه نورمال ديستريبيوشن او شكل الجرس، اللي احنا طبعا هنقف معاه كتير في المحاضرات القليله اللي قادمه. ممكن يبقى يونيفورم، يعني كل القيم احتمال وجودها زي بعضه، زي لو انا برمي مثلا زهره الطاوله بيبقى عندي من 1 ل 6، لو قعدت ارميها مرات كتير وقعدت اريكورد القيمه اللي طالعه من الاكسبيرمنت ده، فمفروض ان سدس المرات وعملت ده عدت ده عدد كبير من المرات، مفروض ان سدس الفاليوز اللي عندي تقول ان القيمه بتاعت الزهره بتاعت الطاوله ديت طلعت 1 والسدس يقول 2، لان كلهم ايكوالي لايكلي. الحاجه اللي فعندنا حاجات كتير من الديستريبيوشن، وهو ده الحاجه اللي احنا بنبتدي بيها في المحاضرة دي. يعني التول اللي بنتعلمها النهاردة هي اسمها الفريكوينسي ديستريبيوشن، فهي شكل من الأشكال أو الأدوات اللي بتساعدنا إننا نفهم الديستريبيوشن بتاع الداتا وتوزيعة القيم ديت عاملة إزاي.
في برضو مفهوم مهم لما بنتعامل مع داتا، ان احيانا بيكون عندنا اوتلايرز، والاوتلايرز هي القيم اللي ممكن تبقى بعيدة جدا عن باقي القيم اللي في الداتا. يبقى ممكن يكون كل الداتا فاليوز اللي معايا 100 قيمة تمثل اي حاجة في الحياة، شوية ارقام، الاقي ان 99 رقم منهم بيتراوح مثلا بين 40 و70، والاقي نقطة واحدة او قيمة واحدة 200، بعيد جدا عن اي قيمة تانية في الداتا سيت. ده ممكن يكون نويز، وممكن يكون معبر عن حاجة، ان الداتا بتاعتي مش ان ما تجمعش داتا من كامل الرينج اوف فاليوز اللي هو ممكن يكون مهم بالنسبة لنا. يعني ممكن الاوتلاير دي تقول لنا حاجات كتير، ممكن وجود الاوتلايرز يبوظ لنا الاستاتستيكال ميثود بتاعت، يعني لو انا بحسب المتوسط بتاع شوية ارقام وفي قيمة منهم اتكتبت غلط مثلا، او دخلت غلط، او اتقاست غلط، فالقيمة دي كانت بعيدة جدا عن بقية القيم، دي اوتلاير. لو انا ابقيت القيمة ديت معايا، انا عندي 100 قيمة، لو شلت الاوتلاير هيبقى المتوسط بتاعهم 70، لو حطيت الاوتلاير، الاوتلاير ده بعيد جدا عن بقية القيم، فهيزق شوية السنتر بتاعي ناحيته، فيبقى الحساب بتاع المتوسط الأرقام بتاعي اللي هو أحد العمليات الإحصائية الأساسية البسيطة هيبقى مش معبر عن الداتا بجد، لأن عندي نويز أو سام أوتلاير كان المفروض إن أنا أشيله الأول قبل ما أعمل الحسبة بتاعتي. في حاجة تانية مهمة إننا ناخد بالنا منها وإحنا بندرس سام داتا سيت هنشتغل عليها، اللي هو احتمال ان الداتا سيت ديت يكون خصائصها اللي احنا اتكلمنا عنها ديت بتتغير مع الوقت. يعني ممكن يكون احنا عندنا مثلا بنحسب متوسط حاجة معينة، درجات طلاب مثلا، نكتشف ان احنا مع الوقت الداتا بتاعتي بتتغير قيمها، يعني القيم بتزيد مع الوقت او بتقل مع الوقت. فلو انا جيت حسبت من 10 سنين هلاقي ان كان السنتر، كان المتوسط بتاع مثلا حاجة معينة، زي مثلا المرتبات، لو احنا بنعمل داتا بتمثل مرتبات موظفين في جهة ما، طبيعي ان اوفر تايم المرتبات دي بتزيد. فلو انا جيت مثلا بحسب معايا داتا هيستوريكال، معايا داتا لمدة 20 سنة للمرتبات، طبيعي ان انا لما بشوف الكاركترستكس بتاعت الداتا ديت في سنة قديمة هلاقي ان في اختلاف عن الداتا بتاعت نفس الفاريابل ده في سنة احدث. فيبقى من المهم اننا لما نيجي ندرس تام داتا سيت، خصوصا لو بتمتد لفترة زمنية طويلة، ان انا لو ما خدتش في اعتباري تغير الخصائص اللي انا مهتم بدراستها اوفر تايم، ممكن القيم القديمة قوي، الكاركترستكس اللي ما عادتش موجودة، تأثر في الفاليوز اللي أنا بحسبها اللي أنا فاكر إنها بتمثل الحاضر. يعني ممكن أنا دلوقتي زي كده لما بنيجي نحسب لازم ندي ويت أكبر للداتا الريسنت داتا أو اللي اتجمعت في تايم قريب، أكبر من الويت اللي قبله، أكبر زي كده في بطولات الكورة لما بيجوا يصنفوا الفرق يقولوا ده هو نمرة في التصنيف الأول، لما يجوا يعملوا قرعة ويختاروا مجموعات في ماتشات الكورة مثلا أو في بطولات الكورة، اللي يقول لك التصنيف الأول فريق كذا وكذا أو منتخب كذا وكذا وكذا وكذا. طب هو إيه اللي أثبت له إن ده التصنيف الأول في بطولات معينة؟ بيبتدي يشوف نتائج الفرق مثلا في آخر 5 بطولات، البطولة اللي فاتت يديها وزن أكبر، لأن ده مع الفريق الحاضر أكيد هيبقى أقرب لإيه؟ لأقرب نقطة في الماضي. فلو في البطولة اللي فاتت كان مثلا فريق الأهلي قوي، فممكن نقول إن ده ممكن يعبر إن الأهلي لسه قوي النهاردة، لكن لو من 5 بطولات كان الأهلي قوي، فأنا مش هدي ويت كبير لقوة الفرق من 5 بطولات من فترة زمنية طويلة، لأن ده ممكن ما يكونش بيعكس الحاضر. يعني الكاركترستكس اللي قدامنا ديت هي هم عشان كده جمعوها في الكلمة ديت، وحتى في الكتاب يقول لك ده ايه ده، كانوا معاملين كده جملة علشان الناس تفتكرهم دايما كل ما تتعامل مع داتا، قال لك computer viruses destroy or terminate، حاجة زي كده. فعشان تبقى فاكر تحط ال5 حروف دول قدامك وتفكر وانت بتتعامل او بتشتغل بداتا سيت جديدة بالنسبة لك،
الكاركترستكس ديت وضعها ايه عشان تقدر تفهم الداتا ديت وايه اللي يناسبها وتوزيعها وكده. طيب فاحنا في الشابتر اللي جاي واحنا المفروض ان كلكم يعني خدتوا قبل كده في ثانوي اساس ازاي بنحسب الافريج والستاندرد ديفيشن وحاجات كتير كده، فاحنا هنمشي يعني كل الحاجات دي هنستعرضها يمكن في الشابتر الثالث، لكن هو هنا بيدينا بيركز اولا على فهم الديستريبيوشن، الديستريبيوشن او توزيع القيم بيدينا فكره جامده جدا او بيمكننا اننا نفهم الداتا بشكل كبير ونفهم اذا كانت الداتا دي ننفع اننا ندخلها في statistical analysis معين ولا لا. فالاداه الاولى اللي هي الفريكوانسي تيبل او فريكوانسي ديستريبيوشن اللي احنا بنغطيها النهارده ومركزين عليها، اننا بنعمل تيبل بيلخص لنا بدل ما انا عمال اتفرج على الداتا values كلها، وليكن دي الداتا سيت اللي احنا شفناها من شويه اللي بتمثل اعمار البيست اكترسز اللي فازوا بالجائزه عبر السنين، يعني دي في اول سنه اللي بعدها اللي بعدها لغايه اخر سنه موجوده في الداتا سيت ديت. خلاص انا عشان اشتغل على داتا سيت مع ان دي قيم قليله حاجه و70 قيمه، الا ان برضو في صعوبه انك انت تقعد تستخلص من الرو داتا نفسها الخصائص اللي احنا اتكلمنا عنها. فجي هنا قال لا انا هعمل جدول هجمع فيه كل فئة عمرية، فقال هنا من 21 ل 30 كم مرة تكرر الفريكوانسي او الكاونت، فهنا 22 ده معناه ان ان في واحد من ال 28 دول ده هو اول قيمة هنا، بعد كده ال 37 دي هتروح للقيمة اللي بين ال 31 و 40. فهو هنا قسم لجروبس او كلاسز اوف ايدجز انترفلز اوف ايدجز، وكل صف من دول بيقول لي كل رينج اوف فاليوز اتكرر كم مرة في الداتا، فكأنه هو بيديني هنا توزيعة التكرارات بتاعت كل قيمة. هنا جمع لي كل 10 عشان دي normal way of thinking، يعني ان احنا دايما لما بنتكلم على اعمار ناس بنقول ان هو في العشرينات او الثلاثينات او الاربعينات، يعني ممكن التقسيمة بتاعت الكلاسز ديت يجمع لي من 21 ل 25 ومن 25 ل 30 وهكذا. يعني عندنا طرق كتير نقدر نبني بيها الصفوف ديت او نجمع او نختار بيها الانترفال اوف فاليوز اللي احنا مهتمين باننا نجمع الفريكوانسي او عدد مرات تكراره في الداتا سيت. يعني الفريكوانسي تيبل هو بيجيب لي الكاونت اوف فاليوز، كل قيمه او كل رينج اوف فاليوز اتكرر كم مره في الداتا سيت. فهنا لما هلاقي ان ال 21 30 اتكرر 28 مره، من 31 ل 40 العمر ده اتكرر 30 مره، وبعدين الاعمار الاكبر اتكررت مرات اقل، فده ممكن يديني انديكيشن افضل عن ان فعلا الداتا فاليوز بتاعه البيست اكترس ايجز ديت فعلا بتميل شويه ناحيه الفاليوز الاصغر، لان التو يانجر ايج انترفلز دول من 21 30 ومن 31 40 استوعبوا معظم القيم اللي موجوده في الداتا سيت ديت، والاعمار الاكبر ما اتكررتش كتير 50 ل 60 دي مرتين بس حصل، 61 ل 70 مرتين بس، ده في السنوات اللي مذكوره هنا في الداتا دي، لان دي مش لغايه النهارده يعني، ومن 71 ل 80 مرتين. فيبقى احنا كده شفنا من التيبل ده كانه سمري، فهمنا شويه ان الداتا سيت ديت فيها تكرار اكبر للقيم الصغيره. يبقى الفريكوانسي تيبل بيحاول ان هو يديني الصورة دي عن الداتا سيت فأفهمها أحسن، أفهم توزيعة القيم، إيه القيم اللي بتتكرر أكتر في الداتا سيت بتاعتي. فيبقى الفريكوانسي ديستريبيوشن أو الفريكوانسي تيبل ده هو جدول بيلخص لي الداتا بإن هو يبين لي الفريكوانسيز أو الكاونتس أوف ديفرنت فاليوز. يعني نظريا أنا ممكن أنا هنا عندي أعمار من أول 21 لغاية 80، فكان ممكن هو هنا عمل جدول فيه 8 أو 6 صفوف بس لأنه جمع لي كل 10 سنين في سطر واحد. كان ممكن أعمل جدول تاني كبير شوية في ال 21 لوحدها، تحتها 22 23 24، يعني أعمل صف لكل سنجل فاليو، بس ده مشكلته أنه هيبقى جدول كبير قوي، مش هبقى ممكن شفت الكاونتس، بس هيبقى صعب جدا على الإنسان اللي هو بيحاول يحلل
الداتا ويفهمها ان هو يتعامل مع عدد كبير من الفاليوز. علشان كده هو بيقول غالبا الفريكوانسي تيبلز ديت بتكون بنحاول نقلل عدد الروز عشان يبقى سهل اننا نقراه، نتفرج عليه، نستخلص منه حاجات ونفهم منه حاجات عن الداتا. يبقى عدد الصفوف المقترح للفريكوانسي تيبل هو هنا بيقول ان هو يكون بين 5 ل 20 روز، علشان يبقى سهل ان احنا نقرأه، نقدر نحطه في صفحة واحدة، نحطه في شيت نطبعه ونعرضه على سلايد وهكذا. يعني في الحاجات اللي احنا محتاجين فيها ان احنا نتكلم عن الداتا سيت والديستريبيوشن بتاعها، ممكن التيبل ده لو كان في عدد روز معقول زي الرينج اللي هو حطه هنا، نقدر اننا نفهمه ونعرضه للناس ونستنتج منه حاجات. يبقى عندي عمودين زي ما هو واضح هنا. العمود الاول فيه الفاليوز اللي انا هعد عدد مرات تكرارها، الرينج اوف فاليوز، والعمود الثاني ان انا همشي على الداتا واحده واحده كده، وهبتدي ان انا ازود العداد بتاع. يعني في الاول خالص كل الفريكوانسيز دي كانت زيروز، لقيت اول فاليو عندي 22 فهزود الكاونت بتاع اول صف، هقول ان الاكترسز من 21 ل 30 بقى الفريكوانسي بتاعهم او الكاونت بتاعهم واحد. بعد كده هلاقي تاني قيمه 37 فهروح ازود العداد بتاع الايه السطر التاني اللي هو الايدج من 31 ل 40 وهكذا. لو عملت ده على كل القيم هيطلع لي الجدول اللي قدامي ده، وتقدروا انكم as an exercise تعملوه مانيوالي وتتاكدوا ان ايه انكم فاهمينه، لان بعد كده هطلب منكم في المحاضره دي او في نهايتها انكم تعملوا assignment وتكتبوا كود. انا اديكم داتا زي الداتا ديت او تبقى موجوده في فايل، وانت تفتح الفايل ده وتقرا القيم وتحسب الكاونتس ديت. وانتوا عارفين ازاي تجمعوا تحسبوا كاونت، بتبتدي عدادات، يعني كأن في لكل سطر كاونتر هيبتدي من صفر، وكل ما تلاقي قيمة تعرف هي في أني رينج وتزود الكاونت المصاحب أو المقابل ليها بواحد. فيبقى احنا النهاردة مركزين انكم تفهموا الفريكوانسي تيبل ده، وانكم تقدروا تفهموا ممكن يفيدنا في ايه، وكمان تقدروا تعملوا له كونستراكشن طبعا مانيوالي او باي رايتنج كود، وده اللي هيبقى حاجه عمليه نقدر نستخدمها في حياتنا بعد كده. فعشان اكونستراكت الفريكوانسي تيبل لازم احدد الاول انا عندي كام كلاس، لان لو فكرنا شويه في الجدول ده، الجدول ده طلع 6 صفوف لاننا قررنا اننا نجمع كل الاعمار اللي في وان ديكيد، يعني العشرينات من 21 ل 30 دي فئه او كلاس او انترفال اوف فاليوز من 31 ل 40. ده كان له معنى هنا، لكن في داتا سيتس كتير ما بيكونش ليها معنى قوي بالنسبه لنا. لو احنا مثلا الداتا ديت تمثل نبض مريض، كم هارت بيت او كم نبضه في الدقيقه، فيبقى عندي ارقام كتير ليها مينيمم وماكسيمم انا مش عارف المفروض انها تتقسم ما فيش حاجه يعني تقسيمه منطقيه. لو دي درجات طلاب طبيعي ان انا هقول مثلا الطلبه اللي هم جايبين اف، الطلبه اللي جايبين دي، الطلبه اللي جايبين سي، الطلبه اللي جايبين بي، الطلبه اللي جايبين اي او امتياز، اجمع تجميعه في ساعات التجميعه زي في الاكزامبل ده والاكزامبل بتاع التقديرات او درجات الطلاب اللي هي بتنتمي لنفس التقدير، بيبقى التقسيمه بتاعت الكلاسز متاثره بشكل معين او تقسيمه معينه الناس متعوده تعملها. لكن ممكن تبقى الداتا ديت انا مش فاهمها اصلا، ما اعرفش حاجه في الدومين بتاعها، شويه ارقام وخلاص. فساعتها احنا محتاجين ندي للبرنامج اللي هنعمله او واحنا جايين نعمل التيبل ده نختار احنا هنعمل كام كلاس. احنا عايزين نقسم او نعرض الفريكوانسيز بتاعت الداتا ديت في كام رو، يعني عايزين نجمع كام تجميعه، كام انترفال للداتا ديت، وبعدين كل انترفال منهم نشوف فيه كام القيمه دي، القيم اللي في الانترفال دي اتكررت في الداتا بتاعتي كام مره. عشان كده هو ادانا الجوريثم بسيط جدا ان احنا اولا لازم انبوت النمبر اوف كلاسز اللي احنا عايزينه. لو فرضنا مثلا ان انا عايز 8 كلاسز، رقم يعني بين ال 5 وال 20. طيب هنا هنقول طالما انا قررت ان انا عايز اقسم الداتا ديت ل 8 مجموعات، فكل مجموعة منهم هتبقى ليها ويدث
ان انا هجيب الويدز بتاع الماكسيمم ناقص المينيمم على عدد الكلاسز بتاعتي. فهنا يبقى الكلاس ويدز بتاعي هحدده، وبعدين هبتدي اشوف الستارتنج بوينت بتاعتي، اقل قيمة عندي انا عايزها تتكتب في اول كلاس. هنا في المثال ده كان اصغر قيمة 21 واكبر قيمة 80. لو فرضنا ان احنا هنا واضح ان هنا الويدزز برضو ايه متقابلة، لو انا طرحت ال 81 ناقص ال 20 ديت هيطلع لي 59، يعني لو قسمت على 10 هيطلع لي 5.9. هنقرب، هو هنا بيقول لنا ان احنا دايما بنراوند اب. فبتطبيق القانون ده على الاكزامبل اللي شفناه كان هيطلع لي برضو ان الكلاس ويدز بتاعي 10 10 الويدز بتاع كل كلاس 10، والنمبر اوف كلاس 6، والماكسيمم ناقص المينيمم كان تقريبا 60. خلاص، فاحنا دلوقتي بنبتدي نكون. هو بيقول ان احنا عشان نعمل التيبل ده الخطوات اللي مكتوبه هنا ان احنا الاول بنعرف العمود الاول بنحدده، فاحنا هنحدد فيه كام صف كام كلاس، ده انبوت للالجوريثم بتاعنا، وهنحدد كل كلاس الويدز بتاعه كام من كام لكام يعني. فعشان نعمل ده لازم نشوف، لازم الاول نمشي على الداتا سيت نشوف اكبر قيمه فيها اللي في المثال ده كانت 80 الماكسيمم، ونجيب المينيمم اللي في المثال ده كان 21، والفرق بينهم ممكن يعرفنا احنا الفرق بينهم مع عدد الكلاسز اللي اخترناه ممكن يعرفنا في كل كلاس مفروض نحط كام قيمه. فلو عرفنا ان احنا مفروض نحط في كل كلاس 10 قيم، هشوف بقى انا هبتدي من فين. لقيت اني هبتدي اول كلاس من 21، يبقى اول كلاس من 21 لغايه 30 دول 10 قيم، وبعدين تاني كلاس. فكاني كونت الايه القيم اللي موجوده في العمود الاول، وبعد كده بعد ما اعمل القيم دي همشي على كل قيمه. دي الخطوه اللي هي هنا الاخيره بقى، الخطوه 6 جو ثرو ذا داتا سيت. خلاص بوتينج اتالي، هو هنا بيقول لي ازاي اعمله بايدي. تالي يعني كان زمان ان احنا بايه بنعمل خط اربع خطوط كده راسيه وبعدين خط خامس. فانا كاني كل ما الاقي قيمه اروح للايه اروح ازود خط او ازود العداد بتاع العمود السطر اللي هو مصاحب ليه. فانا في الاول خلاص كانت الفريكوانسيز دي بصفار، مسكت اول قيمه فزودت هنا واحد، تاني قيمه زودت هنا في الصف الثاني واحد، تالت قيمه لقيتها 28، فهنروح هنا بدل ما الفريكوانسي واحد بقت الفريكوانسي 2. يعني هنعمل لوب نلف على القيم كلها، وكل قيمه نشوف هي في اني رينج تنتمي لاني رينج من الرينجز بتاعه الكلاسز ديت، والرينج الصح نزود العداد بتاعه بواحد. فده هيدينا في الاخر حاجه شبه الفريكوانسي ديستريبيوشن او الفريكوانسي تيبل اللي احنا شفناه ده للبيست اكترسز في الاكزامبل ده، وشفنا ازاي ان هو بدل ما اتعامل مع حاجه و70 قيمه انا بقيت مركز مع هنا 12 رقم اللي هم افهم الرينجز او الكلاسز. كل سطر من دول بيمثل اني ايج انترفال من فين لفين، الرينج اوف فاليوز اللي التكرار عدد التكرار او عدد المرات ده بيبينها. هنا ده اسمه الفريكوانسي تيبل، ظريف ولطيف جدا، لكن احنا كتير بنبقى محتاجين نعرف كمان. هنا بيقول مثلا من 21 30 28، 28 من كام؟ هو هنا دول كان عددهم 76. انا لو بصيت على الفريكوانسي تيبل لوحده مش هيديني قوي، يعني لازم ان انا اخد كده خطوه ان انا اجمع الشويه دول عشان اعرف يا ترى ال 28 دول نسبتهم كام في الميه من الداتا فاليوز اللي هنا. فعشان كده عندنا حاجه تانية اسمها الريلاتيف فريكوانسي ديستريبيوشن. الريلاتيف فريكوانسي ده ان احنا لما بنجمع الكاونت اللي هو هنا زي ال 28 وال 30 وال 12 وال 2، بعد ما بجمع الرقم ده بقسمه على مجموع او عدد الفاليوز اللي في الداتا سيت كلها، عشان بدل ما يبقى 28 يقول لي مثلا ده دولت حاجه و30%. فالريلاتيف فريكوانسي ان انا بجمع الفريكوانسي بتاعت كلاس اوف فاليوز من 21 ل 30 مثلا، جمعتهم طلعوا 28، اقسم على عدد الداتا فاليوز اللي هو مثلا 76، فيديني كام في الميه من القيم موجوده في الكلاس ده. لو بصينا هنا للريلاتيف فريكوانسي تيبل مقارنه بالفريكوانسي تيبل العادي، فالفريكوانسي تيبل العادي اللي هو من الادوات القويه اداني هنا كل كلاس اوف ايدجز متكرر كام مره. هنا هو دي نفس الداتا بالظبط، بس بدل ما يقول لي هم كام واحد قال لي هم كام في الميه من
ال data values. فال 28 دي لما اتقسمت على ال 76 طلع 37% 39%، ال 12 دول طلعوا 16% من القيم، وبعدين الاثنينات ديت كل واحده منهم قال انها 3%. فهو فعليا هو نفس الحاجه، بس الريلاتيف فريكونسي بتدينا كمان ايه معلومه اكتر، هو كام في الميه من القيم ال 28 او ال 30 او ال 12 دي بتمثلها. خلاص، فده كده شرح مختصر لمعنى الفريكونسي تيبل، وهو أداة قوية جدا. ليه أداة قوية؟ فاحنا هنا هنركز في الجزء ده من المحاضرة إننا نفهم هو الفريكونسي تيبل، لأن الفريكونسي تيبل ممكن ناس تقول يعني ما هو ماشي، هو عرفني الديستريبيوشن أو أني رينجز أوف فاليوز بتتكرر أكتر، لكن استفدت منه إن أنا فهمت شوية الديستريبيوشن أو توزيعة الداتا فاليوز، لكن في حاجات تانية مهمة جدا الأداة البسيطة ديت، وخصوصا لو أنتوا كاتبينها كود أو معاكوا أداة برمجية جاهزة بتحسبها لكم على طول، بتخش على الداتا تطلع لكم التيبل ده وتجرب مره مثلا بستة كلاسز. لو الداتا انت ما عندكش تقسيمه ليها مينينج زي هنا، دي كانت تقسيمه ليها مينينج في حياه الناس، ان دايما الايدجز بنعبر عنها بالرينجز اللي هي عشرينات ثلاثينات اربعينات كده، الداتا ما فيهاش التقسيمه الطبيعيه ديت، فانت ممكن تجرب تطلع الفريكوانسي تيبل ده لست قيد ست صفوف، تقسمهم لستة او عشرة او اتناشر، وتشوف هل ايه افضل تقسيمة ممكن تبين لك الديستريبيوشن بتاع الداتا ديت. فاحنا هنا في السلايد ده هو بيقول خلي بالك ان الفريكوانسي تيبل ده له استخدامات عظيمة جدا على بساطته، خلاص، الا ان هو اداة ممكن نعمل بيها شوية اختبارات بسيطة على الداتا عشان نعرف الديستريبيوشن بتاعها، عشان نعرف، ودي اهم حاجه في المحاضره ديت، ان احنا كتير بنبقى محتاجين نعرف الداتا بتاعتنا نورمالي ديستريبيوتد ولا لا، هنتكلم عن ده دلوقتي. وفي حاجه تانية ان احيانا الداتا احنا بنبقى فاكرين ان احنا جمعنا سامبل من بوبوليشن، نكتشف ان الداتا دي مش بتنتمي لوان بوبوليشن، وده هنشرحه برضو، اننا هلاقي ان انا لما هبني الفريكوانسي تيبل هلاقي ان في فراغ شويه كلاسز في النص بصفار، يعني مثلا نلاقي 28 30 والباقي دول صفار واخر اتنين قيم، فلو في جابس هنفهم ده مع بعض معناه ايه. ان احنا بنكمبير داتا سيتس زي الاكزامبل اللي بدانا بيه في بدايه المحاضره ديت، ان انا عايز اكمبير الداتا سيت المعبره عن الايدجز بتاعه الاكتورز الرجال عن مع الايدج بتاعه الاكترسز، واشوف هل فعلا في ديسكريميشن او في فرق ولا هو شبه بعض. فاحنا لو عملنا فريكوانسي تيبل وجمعنا، عملنا عمود للداتا سيت بتاعه الرجاله وعمود للداتا سيت بتاعه الستات، هيبان لنا اذا كان في فرق فعلا او في كده يعني شيفت، واحده منهم شيفتد عن الثانيه ولا ايه، ده معناه ان فعلا في تاثر بالايدج، الايدج له تاثير على التشويس بتاعه الوينر. وبرضه هنشوف مثال ازاي ان احيانا احنا نبقى شاكين في حاجه في طريقه معينه تمت بيها الكوليكشن بتاع الداتا، وممكن الفريكوانسي تيبل يساعدنا اننا نانفستيجيت او نتاكد ان الشك بتاعنا في محله او مش في محله. فاحنا دلوقتي هنشرح كل نقطه من دول. احنا شرحنا خلاص موضوع الديستريبيوشن ده، ان انا هنا بان لي ان الديستريبيوشن في الاعمار الاقل، الكلاسز اوف younger ages الفريكوانسيز اعلى بكتير. خلاص، فهنا في الداتا دي سكيود، يعني مايله شويه ناحيه الشمال ناحيه القيم الصغيره. هنبص هنا لحاجه مهمه قوي، احنا كتير من الداتا سيتس بيكون هدفنا في الديستريبيوشن ان احنا مش ان احنا نتفرج وخلاص على الديستريبيوشن، هدفنا الحقيقي اننا عايزين نتاكد قبل ما نطبق طريقه من الطرق او اختبار من الاختبارات بتاعه الاستاتستكس ان الداتا دي نورمالي ديستريبيوتد. فالنورمال ديستريبيوشن في حياتنا معناها ان الداتا دي لو شفنا الفريكوانسيز بتاعتها هنلاقيها عامله زي شكل الجرس او البيل شيب ده، يعني ليها افريج والقيم بتتناثر حوالين الافريج ده بشكل الى حد ما سيمتريك، يعني تقريبا نص القيم فوق الافريج بالشكل المتناسق ده اللي هو بيسموه الجاوس المعادله ديت وبيسموه البيل شيب. ولقوا ان داتا كتير في حياتنا بتنتم يعني توزيعها نورمال، عشان كده اسمه نورمال ديستريبيوشن. يعني لو جبنا مليون شخص وقسنا مثلا وزنهم
هنلاقي ان في average weight وفي ناس overweight وفي ناس under ال average ده، وفي ناس قليلين ال weight بتاعهم عالي قوي وناس قليلين ال weight بتاعهم صغير قوي، لكن معظم الناس ما بيبعدوش عن ال average weight بقيم كبيرة يعني، يعني بشكل ايه متناسق كده، الناس اللي اكتر زي الناس اللي اقل. فالنورمال ديستريبيوشن ده ايه اهميته؟ يعني احنا شفنا قبل كده ان في statistical methods عشان تبقى صح واستخدامها بيطلع نتائج نقدر نستفيد منها، لازم تكون الداتا دي collected باستخدام simple random sampling. الحاجة التانية ان طرق كتير في الاحصاء وstatistical tests كتير بتبقى assuming ان الداتا متاخدة من او طبيعي الديستريبيوشن بتاعها نورمال. يعني معنى كده ان ممكن اختبار احصائي معين او طريقة احصائية ميثود من ميثودز بتاعت الاستاتيستكس تطبيقها يكون غلط نتيجة ان الداتا ما هياش في الحقيقة نورمالي ديستريبيوتد. فعشان كده قبل ما نطبق ميثود معينة بنبقى محتاجين اننا نستعرض الداتا كده ونتأكد يا ترى الداتا دي تقريبا كده نورمالي ديستريبيوتد ولا لا. فهنا الديستريبيوشن تيبل او الفريكوانسي تيبل بيساعدنا في الحكاية دي. ازاي بيساعدنا؟ ان احنا بنلاقي ان القيم بتبتدي القيم اللي في التيبل في الصفوف الاولانية بتبقى صغيرة وبعدين بتزيد لغاية ما بتوصل لقيمة كبيرة، وبعدين في الصفوف اللي تحت بتقل كأنها كانت صغيرة وكبرت وصلت لماكسيمم وبعدين نزلت تاني. وبنلاحظ ان تقريبا كده الماكسيمم بتاعنا ده في نص الجدول، يعني تقريبا كده في سيمترية او سيمتريك ديستريبيوشن، يعني تقريبا نص القيم او النص الاعلى من الصفوف هو القيم اللي اقل من الماكسيمم، والنص الثاني من الصفوف هو يعني تقريبا عايزين نلاقي ان القيمة العظمى ديت او الماكسيمم في منتصف الفريكوانسي تيبل. As an example هنا قال احنا جبنا 1000 سيدة وشفنا الاطوال بتاعت الالف سيدة دول، طبعا سامبل المفروض تبقى راندم سامبل، وجينا قسمناها في المثال ده قسمها لثمانية كلاسز. فكان مثلا عنده اختار ان او كان المينيمم فاليو اللي عنده قريبة من 56 انش، واقصى طول عنده كان حوالي 80 انش، وهو قرر ان هو يكون ديستريبيوشن او فريكوانسي تيبل مكون من 8 كلاسز او 8 صفوف. فقسم الهايتس بالشكل اللي قدامنا ده، جاب الماكسيمم ناقص المينيمم على الثمانية، وقدر ان هو وعرف انه بدايته 56، فقدر ان هو حسب الويدز بتاع كل كلاس منهم فكون لنا السطر ده. وبعدين هيمشي على الالف قيمة بتاعة الهايتس او الاطوال بتاع الستات دول، ويشوف كل قيمة هتزود الفريكوانسي او الكاونت بتاع اني صف من الثمان صفوف دول. فكل قيمة هتزود واحد من الثمان قيم دول بواحد. فهنكتشف هنا ان احنا في البداية الناس القصيرين قوي عددهم كان قليل، برضو في الاخر خالص الناس الطوال قوي كان عددهم قليل. مش لازم تكون القيم العشرة زي عشرة، يعني هي في زيادة، والزيادة دي وصلت لأقصى قيمة ليها في النص تقريبا. وبعد يعني أول ثلاثة كانوا القيم متصاعدة، الرابعة دي كانت أقصى حاجة، وبعدين الأربعة اللي وراهم القيم بدأت تقل تاني. فكده كأن أنا عندي قيم بتبدأ صغيرة وتكبر وتنزل، فكأن ده حاجة زي شكل الجرس أو الجاوسيان فانكشن اللي شفناها من شوية. ومش في النص بالظبط، بس هو ايه تقريبا كده ان السنتر او الماكسيمم بتاعنا في منتصف، او الديستريبيوشن بيبقى في النص اقصى حاجه وبعدين بينزل تاني. فمعنى كده ان انا لما كونت الفريكوانسي تيبل ده قدرت اخد اسيوم ان الداتا دي او الهايتس بتاعت السامبل ده تمثل فعلا داتا ذات از نورمالي ديستريبيوتد. فدي يمكن اهم استخدام للفريكوانسي تيبل هو ان احنا نشوف حاجه زي كده. طيب استخدام تاني مهم قوي بيورينا قوه الفريكوانسي تيبلز دي في تحليل او فهم سام داتا سيت ما عندناش معلومات كتير عنها. في المثال ده هو بيورينا تجربه كانوا بيوزنوا فيها
او بيشوفوا التغير في وزن البينيز اللي هي العملة اللي تمثل 1 سنت او 1 على 100 من الدولار. الدولار 100 سنت او 100 بيني، فهو عملة صغيرة يعني عملة معدنية صغيرة في امريكا، وحتى الاوزان بتاعتها بتكون هنا واضح ان هي بدءا من 2.4 جرام، يعني حاجة صغيرة قوي ل 3 وشوية جرام. لما هو جه جمع شوية يعني راندملي كده جمع شوية بينز من أماكن مختلفة، وبدأ يشوف الأوزان بتاعتها هل هي كلها نفس الوزن، هل في تغير كبير بين وزن 1 بيني عملة كده وعملة تانية من نفس الفئة ولا لأ. فهنلاحظ هنا إن هو قرر إن هو برضو يرسم 8 كلاسز خلاص، وشاف أصغر وزن عنده أكبر وزن، وبدأ إن هو يكون كده الرينجز بتاعت كل كلاس من الـ8 كلاسز اللي هو عايز يرسم الفريكوانسي تيبل ليها. وبعدين مسك كل بيني وشاف هو الوزن بتاعه في أنهي فئة، وبدأ يكون الفريكوانسيز ديت. الحاجة الملاحظة هنا، ده مش ما ظهر ليش هنا حاجة نورمالي ديستريبيوتد، حاجة بتبدأ صغيرة وتكبر وبعدين تنزل تاني، لكن ظهر لي حاجة فيري انترستنج، ان ظهر لي ان في منتصف او الكلاسز اللي في النص كلها صفار مش موجودة اصلا. طيب لما اشوف داتا، حتى لو انا مش فاهم الداتا دي، مش ما عنديش معلومات كتير عنها، اول ما بشوف داتا الفريكوانسي تيبل بتاعها او الفريكوانسي ديستريبيوشن بتاعها كده في جابس، يعني في ريجونز مش موجوده اصلا، مفيش ولا بيني كان وزنه في الرينج الكبير ده من اول 2.6 لغايه 2.9. ده معناه ايه؟ ده ممكن يديني ايحاء الجاب ده، وجود الجاب زي هنا، الجاب اللي هو الثلاثه روز اللي في النص دول بيفصلوا عن اول تو روز اللي فيهم قيم او متواجد قيم في الرينجز بتاعتهم في الداتا، عن اخر 3 روز اللي بيمثلوا برضو قيم موجوده في الداتا. وجود الجاب اللي في النص ده او الرينج اوف زيروز ده ممكن يديني ايحاء، يعني ممكن يبقى دليل او بيقول لي، بيحاول يقول لي ان الداتا ديت مش بتمثل one population. ازاي مش بتمثل one population؟ الراجل اللي عمل التجربة ديت جايب بينيز يعني عملات مستخدمة ممكن يروح يدفعها في محل او كده، وكلهم شبه بعض ونفس الحجم ونفس اللون. فهنا اللي حصل يعني بالانفستيجيشن بتاعت الداتا سيت اللي احنا شايفين الاكزامبل بتاعها ده، اكتشف ان البينيز في نوعين من البينيز. في بينيز اتسكت يعني او اتعملت او انتجت قبل تاريخ معين، يعني كانوا في امريكا بيعملوا البينيز ديت من سبيكه كده معظمها كبر وجزء منها زنك زمان قبل سنه 83، كان معظم الوزن او مور كبر يعني تقريبا 97% منها كان عباره عن نحاس. وبعدين لسبب ما بقى في تاريخ معين بعديه اتغيرت التركيبة بقى العكس، بقى 97% زنك و3% نحاس. طيب ده معناه ايه؟ ان احنا فعلا لو جينا شفنا الاوزان بتاعة البيني قبل 83 وبعد 83 المفروض يكون في فرق. فهو هنا لما مسك الداتا ممكن ما يكونش عارف اصلا المعلومة ديت، بس يلاحظ ان الداتا فيها جابس، فده يخليه يعمل further investigation، يعني يبتدي بقى يتشيك هو ليه الداتا فيها الجاب ده، وده ممكن يوصله في الآخر لإيه؟ إنه يدور على معلومات أكتر، لأن استخدام الداتا كده على إنها كلها sampled من نفس ال population مش هيبقى مفيد في ال statistical methods اللي إحنا عايزين نطبقها. فهنا هو فهم إن خلي بالك ده أنت عندك two populations of pennies، لأن ال pennies اللي أنتجت قبل السنة ديت ممكن تكون الوزن بتاعها حوالين 2.5 جرام، لكن البينز اللي بعد السنة ديت هتبقى في الناحية اللي تحت ديت يكون الأفريج بتاعها مثلا 3 جرام، يعني أتقل شوية. وبالتالي أنت وأنت بتجمع راندملي كده جمعت مثلا 100 بيني من أماكن مختلفة، بعضها هيكون قديم وبعضها هيكون جديد، فلما هتيجي تعمل الفريكوانسي تيبل هيبان لك البينز القديمة هتتجمع هنا مثلا، والبينز الجديدة هتتجمع تحت، وهيبقى في شوية قيم في النص مش متمثلة في الداتا خالص. فهنا يبقى لازم نختار بقى بعد ما نكتشف الجاب ده،
نحاول نكتشف سببه، زي ما هو هنا بعد شوية بحث اكتشف ليه البينيز جاية من two different populations وبيمثلوا ايه البوبوليشنز دول، وبعدين يفكر هل الاستاتيستيكال ميثود المناسبة للتعامل مع الداتا دي تبقى ايه، هل يفصل الداتا السامبل الداتا اللي قبل 8 يعني يعتمد بس على الحاجات اللي قبل او بعد، ولا يسيبهم في one data set ويعمل يعني هل وجود كون الداتا من two populations هل هيأثر في الاستاتيستيكال ميثود ولا لا. فلازم الاول ناخد بالنا بحاجه زي الفريكوانسي تيبل كده بينت لي احتمال وجود الجابس ديت. الحاجه الثالثه اللي فادنا فيها الفريكوانسي تيبلز ديت هي مقارنه الداتا سيتس. فاحنا كنا في بدايه المحاضره شفنا زعم ان في ديسكريميشن اجينست الاكترسز اوف اولدر ايجز. هنا لو حطينا الاعمار بتاعت الاكترسز مع الاعمار بتاعت الاكتورز هنلاحظ فعلا ان في اول ايدج جروب معظم الاكترسز في اول اتنين ايدج جروبس، هنا اول ايدج جروب فيها عدد قليل جدا من الاكتورز، ده الاكتورز بيبتدي الذروه بتاعتهم بتبقى بين 40 و50 بينما الاكترسز الذروه بتاعتهم بين ال 31 و40 وكمان من 21 ل 30 قريبه قوي، يعني كان هنا في يونيفورميتي في الايدجز الصغيره، وبعدين بيبدا يديكلاين او الفريكوانسيز تقل بشكل سريع جدا وكبير، لكن هنا الدنيا ماشيه مور سيمتريك يعني. فانا لما حطيت عمود للفريكوانسيز بتاعت الاكترسز مع العمود بتاع الفريكوانسي بتاع الاكتورز اتضح هنا ازاي ان الاكتورز شيفتد مور توورد ذا اولدر ايدجز كومبيرد تو ذا اكترسز. فهنا لما حطيت الرسمه دي الفريكوانسي تيبل ده ممكن يسجست ان فعلا في ديسكريميشن، ان فعلا الفرص بتبقى اكبر للاكترسز اوف يانجر ايج مقارنه بالرجال اللي بيفضل عنده فرصه كبيره ان هو يفوز. فهنا الكومباريزون اوف داتا سيتس ده تطبيق مهم او استخدام مهم جدا للفريكوانسي تيبل. بعد كده دي تركية لطيفة جدا، ان احيانا جمع الداتا ممكن ما يبقاش following الطريقة المثالية، لان جمع الداتا دايما بيكون عملية مكلفة ماديا ومكلفة في المجهود والوقت. فمثال لو كان عندنا بيانات طبية احد الفيلدز كان هو البالس ريت اللي هو نبض المريض، النبض ده المفروض انه يتقاس بان نعد عدد ضربات القلب في الدقيقة. طيب لو عندنا احنا هنجمع بالس ريت من مرضى كتير او بنعمل يعني كوليكشن لداتا كتير لداتا كبيرة، ف يعني ممكن نقول ان البالس ريت لو عملناه بالطريقة المثالية دي ان احنا بنقعد نعد لمدة دقيقة ونقسم سوري ونحط البالس ريت بتاعنا ممكن ده يعطل. ممكن الناس اللي بيقيسوا النبض يكونوا علشان يوفروا شوية وقت بيقيسوا النبض بطريقة تانية، ان هو بيقيس نص دقيقة بس، يعني بيقيس نبضات القلب لمدة نص دقيقة، لو طلع له مثلا 14 يقوم يضرب في 2 فيقول النبض في نص دقيقة ممكن ان انا لو ضربته في 2 يديني عدد النبضات في دقيقة. فأنا ممكن أنا أحس إن في حاجة في الداتا غريبة، إن أنا ألاحظ مثلا يعني هنا الداتا دي هنفهم بالظبط الفريكوانسي تيبل ده، الشخص اللي كان منوط بيه فهم الداتا ديت لاحظ إن دايما الأرقام اللي في الداتا زوجية مش فردية، يعني أنا لما هاجي أقيس نبض مريض ممكن يطلع رقم فردي أو زوجي، مش معقول كل المرضى اللي في المستشفى ديت لما قعدت أقيس عدد النبضات لمدة دقيقة طلع الرقم او عدد النبضات زوجي، يعني مش منطقي، الطبيعي ان نصهم يكون فردي ونصهم يكون زوجي، يعني ما فيش حاجه تخلي عدد دقات القلب زوجي دايما. فلما عمل كده قال ايه، طب انا هشوف اخر ديجيت هنا الفريكوانسي، مش جمعنا الفاليوز نفسها، ده احنا عندنا مثلا كان في الداتا سيت دي 40 قيمه مش كتير يعني، فانا هقول ايه انا هعد لكل فاليو هي تبع اني لاست ديجيت، يعني لو جيت قست نبض واحد طلع 80 يبقى هزود الفريكوانسي بتاعت ان اللاست ديجيت 0، ولو طلع 71 يبقى هزود ان اللاست ديجيت 1 بواحد. فهنا هشاف اللاست ديجيت في كل قيمه في الداتا سيت،
الحاجات اللي بتنتهي بصفر عدها، الحاجات اللي بتنتهي بواحد واثنين وثلاثة، شاف الخانة الأخيرة اللي هي الآحاد. هنلاحظ هنا إن الفاليوز الموجودة النون زيرو فاليوز عند الايه، عند الصفر والاثنين والأربعة والستة والثمانية، مفيش ولا واحد كان النبض بتاعه بينتهي برقم فردي. فهنا ده ممكن ان انا من الفريكوانسي تيبل ده استنتج ان مش معقول يكونوا الناس دول قاسوا البالس ريت بانهم عدوا لمدة دقيقة. ده كده بيسجست ان البالس ريتس اتجمعت باننا عدينا لمدة نص دقيقة، وبعدين ضربنا الناتج في اتنين، فدايما كان لما بنضرب في اتنين بيطلع لي رقم زوجي. عموما الداتا سيت دي تحديدا يعني بمور انفستيجيشن اكتشف كمان ان كانت داتا البالس ريتس مش بتتجمع كمان كل نص دقيقة. يعني لو بصينا اكتر هنا ده بين لي ان هي ارقام زوجيه. لو عملنا مور انفستيجيشن او دراسه اكبر للداتا سيت اكتشفوا ان نفس الداتا سيت دي اللي احنا جمعنا منها الفريكوانسي تيبل ده كان الارقام فيها مش بس بتقبل القسم على اتنين، كان كل الارقام بتقبل القسم على اربعه، وده بيدي كمان انديكيشن ان هم وهم بيجمعوا البالس ريتس بتاعت المرضى كانوا بيقيسوا النبض لمده 15 ثانيه او ربع دقيقه ويضرب في اربعه كمان. فهنا احنا ممكن باستخدام ادوات منها الفريكوانسي تيبل لو شاكين في حاجه معينه للطريقه اللي تم بيها جمع الداتا بيساعدنا جدا اننا نثبت او ننفي الشك اللي عندنا ده. طيب احنا عندنا كده شرحنا بشكل سريع كده الفريكوانسي ديستريبيوشن او الفريكوانسي تيبل اللي بيبين لي توزيعه الفريكوانسيز بتاعه الفاليوز اللي في الداتا سيت. الاساينمنت بتاعنا الاساينمنت ده هتسلموه بعد اسبوعين، على يعني هيبقى في فرصه انكم تبتدوا يعني تركزوا في الايام الاخيره في رمضان وتستمتعوا باجازه العيد وبعدين تبتدوا تشتغلوا فيه. مفروض ان احنا عايزين نكتب برنامج باي لغه انت بتحب تشتغل بيها علشان اي داتا ست تاخدها في المستقبل تقدر ان انت تستخدم البرنامج بتاعك ده علشان ترسم او تحسب الفريكوانسي تيبل اللي بيبين لك الفريكوانسي ديستريبيوشن بتاع الداتا اللي معاك. فاحنا عشان الاساين ده يبقى عملي شويه هنطلب من حضراتكم انكم تكتبوا كود بيقرا الداتا فاليوز من ملف سواء تكست فايل او اكسل. لو هتكتبوا كود بالسي مثلا او بلغه مش مفيش ادوات جاهزه او فانكشنز جاهزه تقرا من اكسل، فهتعمل انت تكست فايل وتحط فيه القيم اللي انت عايز، زي قيم مثلا ممكن تجرب القيم اللي احنا خدناها في المحاضره ديت، القيم بتاعه الاكتورز والاكترسز، يعني دي داتا ودي داتا، ممكن انك انت تجرب الكود بتاعك عليهم او على اي قيم تانية. خلاص بس مش هتدخلهم من الكيبورد طبعا، عايزين الكود بتاعنا يقرا الداتا من فايل. لو هتكتب كود بايثون او ماتلاب فسهل قوي ان انت تقرا الداتا بتاعتك من ملف اكسل، وده اللي احنا بننصح بيه يعني لو بتتعاملوا بالبايثون او الماتلاب او اي لغه تانية فيها فانكشنز او لايبرري فانكشنز بتقرا من الاكسل على طول. فاول حاجه احنا عايزين نقدر نقرا الداتا فاليوز او الداتا سيت بتاعتنا من ملف بشكل مباشر، وعايزين يبقى البرنامج بتاعنا بيسال اليوزر على عدد الكلاسز او الروز. هو عايز، احنا اتفقنا ان احنا بنحاول نخلي الروز بين 25 5 وبين 20 روز، يعني غالبا احنا بنحاول نخليها كمان 10 او اقل، زي ما شفنا كذا اكزامبل كان بيقسم الداتا بتاعته ل 8 روز حاجه انت هتسمح لليوزر ان هو يختار عدد الكلاسز، والبرنامج لما يشتغل بيقول له انت عايز تقسم الداتا لكام كلاس او ترسم او تكون التيبل من كام صف. وبعد ما بنعمل كده بنحسب طبعا كل صف والعدد بتاع الفاليوز اللي بيندرج في الرو ده، فهنحسب التيبل بالشكل اللي احنا شفناه في الاكزامبلز اللي فيه الشرح. وبعدين عايزين نطبع على الشاشه ممكن لان التيبل ده صغير ومش هنحتاجه، بنحتاجه الاول واحنا بنانلايز الداتا، فطبيعي انك انت ممكن مجرد تتفرج على شكله على الشاشه، لكن ممكن برضو لو انت تقدر تبعت
الفاليوز اللي في التيبل ده لسام اوتبوت فايل تكست فايل مثلا نفتحه في اي وقت ونتفرج على الديستريبيوشن بتاع الداتا سيت بتاعنا، يبقى برضو حاجه كويسه. طيب النقطه اللي ممكن بعض الطلبه يكون عنده مشكله فيها حكايه ازاي ان انا اقرا من فايل مش متعود على ده، لو انت بتكتب كود سي فعندك انت ممكن من الاستوديو دوت اتش العادي ممكن تستخدم الاف اوبن والاف كلوز، والاف اوبن تبعت اسم ده. هنا انا خدت السكرين شوت ده من برنامج كان في احد المواد اللي بدرسها يعني الترم ده، ان احنا كنا معانا السيرفيس تايمز بتاعه اللانش للكاستمرز في احد فروع مطعم ماكدونالدز، فاحنا بنقرا من ملف تكست كان الملف ده فيه قيم تحت بعض، فانت بتقرا باستخدام الاف اوبن بتفتحه علشان تقرا منه الار دي يعني هنقرا من التكست فايل، وبعدين زي ما كنا بنعمل سكان اف عشان نقرا من الكيبورد هنعمل اف سكان اف وهنقول له هات لي من الفايل، هنستخدم بس الايه الداتا تايب الفايل ده هنعمل كده بالظبط، وبعدين نعمل اف اوبن ونقرا باف سكان اف قال له اقرا لي رقم صحيح وحطه لي في الاليمنت الاول في اول اري اليمنت في الاري اللي اسمها سيرفيسز. هنا الاكزامبل ده بيقرا قيمه واحده من ملف وبعدين بيقفله. اللي انت هتعمله انك انت هتعمل ملف وتملاه قيم تحت بعضها كده كل سطر فيه قيمه، وتيجي تقول له في الاف سكان اف تحطها جوه لوب بيلف عدد بعدد القيم اللي انت محددها. لو هنا عندنا 50 قيمه مثلا فهنعمل فور لوب يلف 50 مره او على عدد النم اوف فالز ده، وكل مره هيقرا رقم ويحطه في الاري اليمنت الصح. لو اللوب اندكس بتاعنا اي بدل ما بنقرا سيرفيسز اوف 0 هنقرا سيرفيسز اوف اي. هي مساله بسيطه جدا اضافه ان احنا نقدر نقرا من فايل مش حاجه كبيره يعني. طيب لو احنا بايثون كودرز فيبقى، وده طبعا الناس بالذات الناس اللي هي مهتمه بعد كده بالداتا ساينس والماشين ليرنينج والكلام ده، فانصحك انك ممكن تستخدم البانداز. البانداز دي بتقرا لك عندك فانكشن اسمها ريد اكسل بتديها اسم الملف، ولو في متقسم شيتس زي في الاكزامبل ده بتدي له الشيت اسمه ايه، وهي بترجع لك ما يسمى داتا فريم. فالاكسل داتا اندرسكور دي اف ده او الداتا فريم ده لو طبعته هتلاقي ان هو طبع لك زي جدول كده فيه الداتا الفاليوز اللي موجوده في الشيت في الاكسل شيت اللي انت طلبت منه ان هو يقراه. لو انت مهتم بعمود معين، لو انا عندي مثلا داتا فيها اعمده كتير وانا مهتم اني ارسم الفريكوانسي تيبل لعمود منهم، فانا اقدر الداتا فريم ده اعمل له اندكسنج باسم الكولوم اللي انا مهتم بيه. زي ما هو هنا الداتا فريم اللي احنا قريناه ده هناخد الامب نيم اللي هو العمود الثاني هنا وهنحوله الليست تو ليست، فهيطلع لي زي اري او ليست اوف فاليوز اللي هي شويه القيم اللي موجوده في العمود ده، اقدر ان انا الف عليها بلوب وبرضو اظبط الكاونتس. هي تركه في البرنامج اللي احنا طالبينه هو ازاي اننا نظبط الكاونتس. انا هلف هعمل فور لوب بسيط بس كل مره هيبقى معايا قيمه، ازاي اعرف هي في اني صف من صفوف الجدول وازوده بواحد. فده اللي انا عايزكم تفكروا كويس في البروبلم ديت وتعملها بمجهودك بدون غش علشان تستفيد كمساله برمجه يعني تدريب كويس لينا يعني. لو حد يعني انتوا اتعلمتوا الماتلاب قبل كده، والماتلاب برضو من البرامج اللي بتدي سبورت جامد للماشين ليرنينج والديب ليرنينج، فبرضو ممكن ناس تعمل ريسيرش تروح معمل تلاقي كل الناس شغاله هناك ماشين ليرنينج بالماتلاب، فانتوا خدتوه قبل كده برضو مش لطيف ان احنا ننساه خالص. عندنا فانكشن اسمها XLS read دي ممكن ابعت لها اسم ملف سواء كنت مسجله مخزنه في فاريبل او ابعته على طول بين القوسين، وهي ترجع لي القيم ماتريكس يعني تاخد الفاليوز اللي في الشيت ده وترجعه. زي ما انتم عارفين ان الماتلاب بيخزن كل حاجه از ماتريكس، فهنا الفاليوز كانت عباره عن مصفوفه فيها القيم اللي موجوده في الشيت بتاع الاكسل اللي احنا قريناه. هنا برضو لو عندي احنا شفنا هنا ان انا عندي ان انا ممكن اديله الشيت برضو هنا الـ XLS read لو انا عندي كذا شيت
في ملف الاكسل ممكن اعمل كوما 1 مثلا، يعني الشيت الاولاني، او 2 الشيت الثاني، وهكذا. الحاجه الثانيه ان انا لو عايز اخد عمود لوحده، لو انا الاكسل شيت ده بالماتلاب عايز اخد العمود الثاني او العمود الاولاني، فانا ممكن استخدم نفس الفانكشن دي وادي له رينج. زي في المثال ده انا قلت له اقرا لي الملف اللي اسمه input_data.xls، بس خد الرينج من B1 لB6. فجه هنا خد من اول الخمسه لغايه الخمسه اللي تحت دي، وهو ده اللي رجعه لي لان انا طلبت منه الرينج ده. فايا كانت اللغه، لو انت عايز تشتغل بلغه تانية غير اللي احنا استعرضناهم، عايز تشتغل بالسي بلس بلس او جافا او جافا سكريبت او اي لغه تانية انت مهتم بيها، هتشوف ازاي بس تقرا من ملف سواء تكست او اكسل، وتفكر ازاي الكود بتاعنا بيتعمل، وهتبعت لي على الايميل الكود، ملف الكود وملف الداتا اللي انت جربت عليه الكود بتاعك. ممكن تجيب داتا سيت جاهزه من النت، مليانه النت داتا سيتس، او انت تفتح ملف وتكتب لك 50 60 الف قيمه بايدك زي ما تحب يعني. يعني المهم يبقى في فايل فيه values مع الكود، عشان اشوف اتاكد ان انت جربت الكود بتاعك وطلع نتائج ليها معنى ولا لا. طيب اعتقد كده احنا ممكن نكتفي بالقدر ده في المحاضره ديت، وان شاء الله نكمل بقيه الشابتر ده في محاضره قادمه. السلام عليكم.